تقديم خدماته في مختلف القطاعات الصناعية والثلاث قطاعات، قطاع الصناعات النسجية والهندسية والمعدنية، وأضيف لي بقية القطاعات إلى أن وصلنا إلى حوالي 11 قطاع لغاية دلوقتي بنقدم خدماتنا فيه. الهدف من إنشاء المكتب هو تقديم الخدمات في مجال ترشيد الطاقة والتنمية المستدامة ودعم القدرة التنافسية للصناع وتطبيق ومساعدة قطاع الصناعة في مصر على التوافق مع قوانين البيئية. رؤية المكتب هو رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تهيئة تطبيق مستدام لتكنولوجيا الإنتاج الأنظف والحد من التلوث وترشيد استهلاك الطاقة وتقليل بالطبع المخاطر على الإنسان والبيئة، لأنه عنصر البشري هو اللي بيدير النشاط الفني والصناعي في نشاط الصناعة في قطاع الصناعة كلها. والأهداف في المكتب بتندرج تحت كذا هدف، أولها تشجيع التزام الصناعات التشريعية زي ما قلت لحضراتكم بالتشريعات البيئية، تشجيع الاستثمارات البيئية، تحسين شروط السلامة والصحة المهنية، خلق فرص للاستثمار والتصدير. ومن خلال كلامنا ومناقشتنا هنعرف ازاي نقدر نحقق الحاجات دي. طبعا احنا البارتنرز بتوع مكتب زامبيا للتنمية المستدامة من 2002 بيزدادوا، في شركاء اقليميين، في شركاء دوليين زي ما حضراتكم شايفينها على السكرين، وبنتعاون من خلال اتفاقيات دولية لخدمة الصناع وعلى رأسهم قطاع الصناعات النسجية والملابس الجاهزة. حضرتك خدمات المكتب اللي بنقدمها خدمات كتيرة جدا، بنختصر جزء منها في اننا بنقدر نقدم دراسات تقييم الاثر البيئي Environmental Impact Assessment، اجراءات مراجعات بيئية، مراجعات معتمدة لكفاءة الطاقة، اجراءات قياسات بيئية داخل بيئة العمل، مساعدة المنشآت الصناعية على التوافق مع الاشتراطات. وطبعا حضراتكم اكتر قطاع في مصر محتاجين التوافق مع الاشتراطات الدولية عشان اقدر اصدر، وبالتالي المكتب الزامبي عنده القدرة على تأهيل ومساعدة قطاع صناعة الملابس الجاهزة على التوافق مع الاشتراطات الدولية. حضراتكم من اولويات بناء القدرات، بناء القدرات ابتدت من 2002 ان الاستاف اتبعت للدنمارك خد دورات تدريبية لرفع مستوى الفني والبيئي، والطاقم كله ويل سيلكتد، كل واحد شغال في قطاع جاي من قطاع بيخدم القطاع دوت. تنمية القدرات والتدريب، مش هتكلم عن التدريب كتير لان في جهات مسؤولة عن التدريب، بس تنمية القدرات ما بقتش بس على الجهة اللي بتقدم الخدمة، لا بقت كمان على الصناع مع الجهات الدولية مع تمثيل مصر. يعني نجحنا في وقت من الاوقات زي ما حضراتكم شايفين من الصور ان احنا نقدر نطلع بمجموعة من رجال الاعمال لزيارة مشروعات ناجحة في الاتحاد الاوروبي، قدرنا نمثل مصر مع بعض الافاضل الموجودين معانا في القاعة هنا في اتفاقية الريتش، وازاي تأثير الريتش على الصادرات من الصناعات النسجية، على الصادرات من الصناعات النسجية والملابس الجاهزة، وابتدينا نعمل كمان دعم فني وتنمية قدرات للصنع نفسها والصناعة نفسهم من طبعا مش من العمالة، العمالة في جهات تانية بتقوم بدور التدريب فيها من الميديوم ليفل لغاية الهاي ليفل. الهدف الاساسي بتاعنا بنحققه من خلال تطبيقات حاجه اسمها كلين برودكشن تكنولوجي او تكنولوجيا الانتاج الانظف، اللي هي عباره باختصار كده طريقه جديده في التفكير نحو المنتجات وعمليات الانتاج والعماله المنتجه. وده المعنى النظري دي اللي يقدر يوضحه الشكل قدام حضراتكم. اي منشاه صناعيه وعلى راسها قطاع الصناعات النسجيه والملابس الجاهزه والمفروشات، لا شك انها بتبقى بالشكل دوت، ان في مدخلات مختلفه كتير جدا، طاقة وهواء ومية ومواد خام ومواد مساعدة ومواد تعبئة وتغليف، بيحصل عليها بروسيسنج جوه المصنع. البروسيسنج ده بيخرج منه منتج نهائي، المنتج النهائي ده بيطلع سب برودكت وبيطلع منه مخلفات. المخلفات اللي بتطلع ديت مسموح بيها في القوانين الدولية البيئية وغيره والقوانين المحلية إلى حدود معينة، طالما تخطت هذه الحدود فهي بقت بالنسبة لك مخالفة للقانون. انا بناخدها من شكل تاني، طالما قلنا كلين برودكشن او تكنولوجيا انتاج الانظف، احنا بنتكلم على انتاج. انا راضي المستثمر باني المنشاه بتاعتي عشان اكسب منها، فبالتالي الاهتمامات من فتره طويله من اكتر من 10 سنين ما كانتش بالنسبه لي اهتمام البيئه غير لما كان في بريشر من الحكومه ان انا ابقى متوافق مع قوانين البيئه. بعد كده ابتدى الناس تبتدي تفهم ان المراحل الانتاجيه دي اللي بيحصل فيها لو وصل حد الويست بتاعي او المخلفات الى حد معين ابقى انا بخسر فلوس، بقى الموضوع بالنسبه لنا ما بقاش بيئه، بقى مرتبط فنيا واقتصاديا في نفس الوقت. وبالتالي لازم كل يوم وانا جوه المنشاه
ابتدي اسال نفسي كمسؤول كمدير كفني كعامل كل حاجه بتحصل ليه وازاي وامتى واعمل كده امتى ومين يعمل لي الكلام دوت. لازم افضل طول ما انا جوه المنشاه الصناعيه بفكر باستمرار عشان اوصل في النهايه للهدف اللي انا بقدر اخده منه من تطبيق تكنولوجيا انتاج الانظار دوت، بان انا ارشد استهلاك الطاقه، اعمل ريدكشن للخامات بتاعتي، ارشد استهلاك الخامات، ارشد استهلاك المياه. وطبعا كل الحاجات دي كانت زمان ما حدش بيعتني بيها، ولكن مع التطبيقات جوه الصناعه اكتشفنا ان في مصدر وفر كبير جدا اقتصادي بيعود على الناس من تطبيقات الالتزام البيئي او الكلين برودكشن تكنولوجي. الاختيارات ديت لابد ان يبقى في وسائل لتحقيقها. في حاجه في العالم كلها اسمها 5 ري: ري ارينج، ريديوس، ريوز، ريبليس، ريسايكل. واحنا بالعربي كده قلنا 5 ألف اللي هي اعاده الترتيب الداخلي اللي هي ري ارينجمنت، اختزال، اعاده استخدام، استبدال، اعاده تدوير. اشكال التطبيق كان من الذكاء الناس من 30 40 سنه فكروا ازاي يطبقوا الكلام ده وعمليا طبقوه ازاي، فاكتشفوا ان كل ما بتبتدي بالسهل كل ما بتكون الفايده اسرع وابسط وبتقدر تكسب كتير من تطبيقات السهل. فقسمنا او الناس قسمت التطبيقات بتاعت كلين برودكشن تكنولوجي لثلاث تطبيقات: نو كوست اوبشن، ان انت بتعمل فكره تعمل تطبيق جوه المنشاه بتاعتك بتكسب منه كتير وبتبقى ملتزم بالليل او بتقرب من الالتزام بالليل. ميديان كوست اوبشن اللي هو اختيارات متوسطه التكلفه، بعض الافكار البسيطه او التعديلات او الموديفيكيشن اللي بتقوم بيها تقدر تكسبك فلوس وتبقى قريب جدا للتوافق دي. في حالات كبيره جدا بنبتدي نبص ان هو نو واي ان احنا نسيب المنشاه بالشكل دوت، لازم نغير فيه حاجات كتير. ده الحاجات اللي بتبقى كوستي، وبيبتدي يظهر برضو دور مكتب الزام بيه في الحاله دي في تمويل المنشآت دي. والشكل اللي قدام حضراتكم دوت بياكد الفكره زي كرة التلج، كل ما بتتكور وبتلم أنشطة أنت بتعملها وخدمات أنت بتعملها جوه مصنعك لنفسك بتبتدي تكبر الكورة لغاية لما توصل في الأول الجود هاوس كيبنج. وهنوري نماذج عملية، كل الكلام ده نظري، هنبتدي نوري نماذج عملية للتطبيقات فعليا. كل ما بتوصل بأن أنت بتطبق الإجراءات ديت في الآخر بتوصل كرة التلج اللي هي البنفيتس بتاعتك أو المنفعة اللي بتقول عليك كصاحب منشأة، أنها بتبقى منافع كثيرة جدا مش منفعة واحدة. المفاجأة كانت لينا من 15 سنة لما ابتدينا نشتغل في كلين برودكشن في مصر، إن لقينا البيست افيلبل تكنيك أو التكنولوجيات المتوفرة أو اللي المفروض إنها تتطبق وأفضل التكنولوجيات المطبقة في العالم كله، هنلاقي إن الوقت بتاعها طويل جدا زي ما حضراتكم شايفين. الوقت بتاعها طويل جدا وإنها مكلفة جدا، اللي هي إن أنا أضيف مكنة جديدة او اضيف تكنولوجيا جديده. لقينا او العالم كله لقى ان عشان توصل لافضل نتيجه اللي هي لو ابتديت حضراتكم خط برضه بيقول ان انت توصل بعد الزمن والتكلفه ديت الادفانس تكنولوجي او افضل تكنولوجيا تطبقها في المجال بتاع حضرتك. انما لو بصيت حضرتك ان انت لو ابتديت تفكر في الاتيتيود بتاعك جوه المنشاه او العامل بتاعك او الفني او المهندس او شكل المنشاه بتاعتك هيبقى في منفعه كبيره جدا اقتصاديا في لحظتها. لو انا مسبقه وعندي حنفيه مفتوحه ليل نهار بدون لازمه لو قفلتها، لو حضرتك تعرف ان المايه دلوقتي بتكلفك كصاحب منشاه حوالي 7 جنيه 7.5 تكلفتها وتكلفه معالجتها، هتفكر كويس قوي ان كل لتر او كل متر مكعب عندك لازم انك تفكر ان تعمل له تحافظ عليه. ده معناه ان انا البدايه عشان كره التلج بتاعتي تكبر ابتدي بالحاجات البسيطه جدا هتجيب لي منفعه بسرعه ومكسب كبير بدون اي تكلفه. طيب القطاع بتاعنا قطاع الملابس الجاهزه والمفروشات هو قطاع واعد بكل ما يحمل بتحمل الكلمه من معاني. في حاجات كتيرة جدا ازداد بقت زياده شيوعا في التطبيقات جوانا، زي استخدام الطاقه الجديده المتجدده وده ترند في العالم كله دلوقتي وفاشن لازم كل الناس تفكر فيه. استبدال بعض المواد، ده مش بيتكلف كتير انك تستبدل ماده مكان ماده او خامه مكان خامه إذا كانت مضرة للبيئة. استخدام تكنولوجيات صديقة للبيئة، تقليل الحمل الهيدروليكي، لو أنا بشتغل بعض الأماكن دخلنا اللي بيشتغلوا الليكر ريشيو 1:50 لغاية دلوقتي والعالم كله الورلد بانك وكل العالم بيعمل ستريس على إنها تبقى الليكر ريشيو 1:4 1:5، فبالتالي فرق كبير جدا وخصوصا لو أنت بتشتغل على حجم المحلول
الكيماويات بتضيفها لحد المحلول، وبالتالي اللي يخرج معاك في الصرف ده تلوث كبير جدا تقدر توفره وتوفر فلوسه. طبعا حد من تلوث الاتربه والزغبار والحاجات دي كلها مهم جدا ان انت تشتغل في المجال دوت، لان حضرتك ان كل الترسبات لو انت عندك تزييت او عندك المكن بتاعك بيتزيت وبتحصل عليه ترسبات الدست والفلافينج والحاجات اللي بتحصل جوه المراحل الانتاجيه بتاعتك بتقلل بتزود تكلفه الصيانه عند حضرتك وبتقلل بتقلل استهلاك المعدات المكنيه بتاعت حضرتك. طبعا استبدال المواد في مجال تاني زي لو عامل حضرتك مسبغه او مطبعه او حاجات زي كده مهم جدا، في حاجات كتير كده متطبقه. نرجع عمليا بقى، اتكلمنا نظريا، عمليا على الهاوس كيبنج اللي هو الترتيب الداخلي. حضراتكم الصور اللي قدامكم ده مكان فعلي في مصر، مصنع ملابس جاهزه في مصر، دي منشاه فعليه مش مؤلفينها موجوده. الموضوع مش محتاج فلوس، محتاج ان يبقى انت الناس اللي انت بشغلها مرتبه او عندهم فكر، يبقى عارف عشان اوصل للبقره بتاعتي اللون اللبني ديت ان انا هقعد اطلع فوق الحاجات ديت واتكسر واتعور عشان اوصل للحاجات دي. وبالتالي الناس عملت اشكال لاي اوت للتخزين او للانتاج لابد ان احنا نحترمها، مش هتتكلم فلوس. نوع تاني من انواع العنايه بمكان العمل بدون اي تكلفه ان انا اوفر ظروف عمل مناسبه. كل ده بنتكلم في نو كوست اوبشن، ان انا بدل ما الشكل بتاع ان انا بعمل الفينشنج وبنضف المنتجات النسجيه بتاعتي بالشكل دوت، لا، في معده بسيطه جدا تكلفتها تجيب حقها في شهر او شهرين، ان انا اوفر كل العماله دي تشتغل في حاجه ثانيه، ان انا اعمل الفينشنج بتاعي عن طريق المعده والمكنه دي، ان المكان بتاعي يبقى مرتب زي ما حضراتكم شايفين. نفس الفكره، الحفاظ على العامل البشري، حضرتك بتجيب الراجل بيشتغل عندك بتدربه قد ايه وتصرف عليه قد ايه عشان يشتغل، وخصوصا الناس اللي بتشتغل في المصدر، راجل له قيمه عندك لازم تحافظ عليه. منتهى البساطه ان انت بتلبس الراجل جوانتي نو كوست اوبشن عشان تحافظ على دراعه، بدل ما انا دخلت مصانع قريب جدا في ناس صابعه طارت وهو بيقص. طبعا زائد الفرش، في فرش يدوي والحاجات دي ممكن تعمل سيمي ميكانيكال او تعمل فرش بطريقه اوتوماتيكيه، سهل جدا. طبعا توفير ظروف العمل المناسبه للناس اللي بتشتغل، ان انا اعمل مانوال وهاندلنج للمنتجات او الخامات بتاعتي بشكل مناسب وبافكار بسيطه جدا، بدل ما في سته سايبين شغلهم وقاعدين يزقوا التوب او الباتش دوت، لا، انا منتهى البساطه في ناس فكرت وابدعت في افكار بسيطه جدا ما كلفتهمش حاجه انها تنقل من مكان لمكان المعدات بتاعتها. في تكنولوجيات ثانيه اعلى بقى، ان انا المنتج يروح من مكان لمكان عن طريق مانوال سيستم. الحقيقه انا محمد ليا بشكر حضرتك على حضرتك ان انا اتعاون مع الناس دي النهارده عشان ويشرح على بعض الاشعاعات الخطيه زي الكتاب قرن المصالح الثانيه الذكيه ومنافس تدريب الاداره الذكيه واي حته تدريبيه بتتم في وزاره الصناعه والتقنيه. الميشن بتاعتنا او المهمه بتاعتنا في التدريب الصناعي هو رفع كفاءه وقدرات العماله المصريه بما يتناسب مع المعايير الدوليه وتوفير اليه مستدامه للتدريب من اجل التشغيل علشان نقدر نطلع كوادر تتوافق مع نظام سوق العمل، وده هيتم من خلال فريق عمل مختلف تتوافق فيه كافه المهارات الكافيه علشان يكون موجود. الفيجن بتاعتنا او الرؤيه ان احنا نتحول الى جهه الاعتماد والجهه الخاصه في التدريب او اعتماد كافه الخدمات التدريبيه لمديرية مصر العربيه، وما نقتصرش فقط على المدارس الصناعي، نحط اهميه للاكريديتيشن او الاعتماد في مجالات التدريب المختلفه. عندنا اربع اهداف رئيسيه في مجلس التدريب الصناعي مرتبطه بارتباط شديد بالفيجن والميشن بتاعتنا. اول هدف رئيسي ورافع كفاءه العماله المصريه من خلال تقديم دعم فني ومالي للشركات وفي المراكز مراكز التدريب وكذا الخدمات التدريبيه في البلد. تاني حاجه خلق اليه استدامه للتدريب من اجل التشغيل للمساعده على تحقق البطاله وتوفير حياه كريمه لشبابنا.
ثالث حاجه رفع كفاءه وقدرات تقليل الخدمات التدريبيه عن طريق نظام جوده التدريب معتمد. رابع حاجه توفير فريق عمل مختلف ومنظمه تحطها في الاهداف الاستراتيجيه لان من غير تقييم اهداف تديرها هذه المنظومه مفيش حاجه هتتنفس. خلينا نتكلم سريعا ايه اللي شغال في مجال التدريب الصحي. احنا شغالين في ثلاث حاجات رئيسيه. أول حاجة فينا هي التدريب، والتدريب عندنا بينقسم لحاجتين، تدريب عمالة قائمة، يعني تدريب عمالة شغالة بدون مصانع حضرتك على أساس تقوى فائدتها لزيادة الإنتاجية لتطوير سلوك معين لزيادة لتقليل فاضل وسائل، فرفع كفاءة العمالة القائمة وبيتم دوت من خلال التعاون مع الجهات والهيئات الشقيقة على أصول الاي سي مركز تحديث الصناعه من خلال 19 فرع في فروع المتشابهين في كل الجمهوريه. الاكل الخدمات التدريبيه لشركاتكم قررتوا تقدموا على طلب الحصول على التدريب وانا في الاخر بحاسب مركز تحديث الصناعه او بدفع تكلفه هذا التدريب من خلال برنامج اسمه اس بي سكيلز ديفلوبمنت بروجرام او البرنامج تنميه المهارات وده مين بيركز على الاعمال الانتاجيه فوكيشنال تريننج ودوت مجلس التدريب الصناعي بيمول 80% منه و20% في الاقاف سعر على الشركات المستقله الى حدين. فكانت الشركات دي هي شركات صغيره ومتوسطه او كانت شركات موجوده في سينا او في الصعيد او في المناطق اللي ما لهاش جغرافيا بين التمويل عندنا 100%. تدريب عماله قائمه ورفع كفاءتها في مجال التجاره مجال الاكسبورت مجال التصدير من خلال دعم الخدمات التمويليه اللي بيقدمها مركز تدريب التجاره الخارجيه ورفع كفاءه العاملين للوزاره. واخر حاجه ودي مهمه جدا هو التعاون في الاتجاهات المشتركه مع الغرف الصناعيه وشعابها والمجالس التصديريه ومنع المشاكل اللي احنا بنقدر نعمل اتجاهات صناعيه للتدريب يا اما عاملين يا اما اعضاء الجهاز باتفاقيه مشتركه بنمو فيها 70% و30% بيتم دفع كوست شير من الشركات المشتركه. الموضوع الثاني في التريننج هو الكاباسيتي لليونيتور او تكهين عماله تدريب وده اللي كمان بيجي على البروجكشن او على التوقع. احنا بنشوف المشروعات القوميه او احتياجات الصناعات المختلفه في العماله الماهره في هذه المجالات بالظبط ونبتدي نركز ان احنا نعمل بول او وفره لما هذه العماله الماهره في هذا القطاع وفي هذا المجال. على راس الموضوع دوت ان احنا دخلنا في دور توزيع عماله لمشروع قومي لقناه السويس الجديده او بعض الحاجات الخاصه بالتدريب خاصه باللوجستيات والتدريب على مهارات وحرف المواني والمواد الثقيله وصيانتها وابتدينا نشتغل في المحطه تحت الميه ويمكن خبر من هنا حوالي 3 أو 4 أسابيع أول بندين للتحالف تحت المايه كان في مصر في شهر مصر ودول قرروا 4 بلدان. فبندخل في مجالات جديده الحقيقه تطلع من الاحتياجات اللي موجوده في المشروعات بتاعتنا من خلال برنامج التأهيل وبيتم التأهيل والتدريب في أفضل الأماكن اللي موجوده في جمهورية مصر العربية على رأسها اللي هي عمال التصنيع مراكز تدريب الانتاج الحربي، مراكز تطوير الصحه الانتاجيه، الاحتمال العربيه للنانوتكنولوجيا ومراكز التدريب التابعه ليها. المهم ان احنا بنهدي شهادات معتمده والجوده مهمه جدا للبلد والموضوع كله في التاهيل اللي تتحمله الحكومه المصريه المتصله بوزاره الصناعه والتجاره المتصله المتوسطه لتوفير كوادر على اعلى مستوى في المشروعات القوميه الجديده. البيلر الثاني او المجال الثاني اللي اشتغل فيه مجلس التدريب الصناعي هو الامبلويمنت. هو ما كانش في صميم شغلنا الحقيقه بس ابتدينا ندخل فيه لانها ابتدينا ندخل فيه لان الشركات الصناعيه مش عارفه توفر العماله اللي هي عايزاها. طبعا انا عارف ان مجال القطاع ايه؟ انا مجال القطاع ده بس جاهز انا عارف كويس قوي مشكله العماله التيرن اوفر العالي اللي موجود فيها وما عندهمش مبادره وما عندهمش فتره طويله. فاحنا ابتدينا ندخل في الموضوع ده. وقبل الحقيقه ما اطلع على عمل برزنتيشن كان في سؤال هو ما كانش شغال عليها اساسا تبدا تتدرب من اهل التشغيل ليه؟ يعني اذا كان انت عندك 3.5 مليون عاطل وعندك 13.5% تقريبا نازل الاطار واحنا مش شغالين عليها يا قليل الشكل ما تيجي تقول لك قوم خلاص. الموضوع مش سهل الموضوع مش سهل خالص. وبعدين
هو حضرته بسبب المريض من خلال خبرتنا البسيطه في هذا المكان في حاجتين. اول حاجه هو عدم ثقه من الطرفين. الباحث عن عمل مش واثق في القطاع الخاص، مش لاقي قطاع خاص وحش، هو عنده مفهوم ان القطاع الخاص ده هيمص دمه، هيجيب ورك كونديشنز وحشه او شروط عمل وحشه.